السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة شرح جونيبر جي ان سي اي اي جونوس. الحقيقة المرة اللي فاتت كنا بنحكي مع بعض في الرسمة ديت، كنا بدأنا نتكلم على الفرق ما بين الراوتينج انجن والباكيت فوروردينج انجن، وقفنا عند نقطة انه في لينكاية موجودة ما بين التو انجنز دول. الحقيقة اللينكاية دي يعني ليها كذا فايدة، في الرسمة بتوضح لي ان السهم جاي من ناحية الراوتينج انجن الى الباكيت فوروردينج انجن. الحقيقة دي الوظيفة الرئيسية، اللينكاية دي كل فايدتها او احد اهم فوائدها، ان بعد ما الراوتينج تيبل اتكون واستنتجنا منه الفوروردينج تيبل، وقلنا الفوروردينج تيبل ده بقى الخلاصة ان الديستنيشن الفلانية عشان توصل لها تخرج من خلال الانترفيس الفلاني، بعد ما يكون بقى عمل ريزولف للنكست هوب، ولو النكست هوب ورا منها نكست هوب تانية، يعني من الاخر الخلاصة. فطبيعي انه كوبي من الفوروردينج تيبل دي هتنزل على الباكيت فوروردينج انجن هنا في الاتجاه اللي واضح في الرسمة كده. لكن الحقيقة احيانا بيحصل العكس، احيانا بتبقى ديتا جاية من الفوروردنج من الباكيت فوروردنج انجن تروح ناحيه الراوتنج انجن. طب ده معناه ايه او ده بيحصل ليه؟ بص يا سيدي، الترافيك اللي داخل للراوتر او للسويتش الحقيقه نوعين. نوع بيسميه ترانزيت ترافيك. ترانزيت ترافيك يعني الترافيك ده هيعدي على الباكيت فوروردنج انجن، الديستنيشن بتاعه هيلاقي له ماتش موجود في الفوروردنج تيبل، اوتوماتيكلي هيخرج على الاوتبوت انترفيس او الايجريس انترفيس بتاعه، وكده خلصت. ترانزيت يعني عدى من الراوتر او السويتش بتاعه. في نوع تاني من الترافيك احيانا بيسموه اكسبشنال ترافيك او ترافيك استثنائي. الترافيك الاستثنائي ده اشكاليته انه اما ملوش ماتش مباشره في الباكيت فوروردنج انجن او في الفوروردنج تيبل يعني، او لو ماتش بس في شويه حاجات كده استثنائيه هتخلينا لا احنا مش هنعمله فوروردنج دايركت، احنا هنرجعه مره تانية للراوتنج انجن، لانه الترافيك ده في اكشن لازم الراوتنج انجن ياخده قبل ما نعمل فوروردنج للترافيك ده بالذات. طب زي ايه كده؟ اقول لك على سبيل المثال، اي ديتا جايه للراوتر نفسه ما هياش هتعدي من الراوتر رايحه لديستنيشن بعيد. يعني حد بيبينج على الراوتر، تمام، حد بيبينج على الراوتر، ده معناه ان مين اللي هيريبلاي؟ الراوتر نفسه. طيب يبقى الترافيك ده مش هيترانزيت، مش هيحصل له سويتشنج على انترفيس مختلف عن الانترفيس اللي هو جاي منه، لا ده لازم يعدي من خلال الانترنال لينك ديت عشان يوصل للراوتنج انجن، عشان الراوتنج انجن يقرر ويفكر وياخد اكشن انه يكرييت بقى الايكو ريبلاي، المسج اللي هيرد بيها على البينج او الايكو مسج اللي جايه له. كذلك اي ديتا بقى جايه للراوتر نفسه، راوتنج ابديتس مثلا، هالوز ما بين الراوترز وبعضها، كيب الايفز، وات ايفر، اي ديتا جايه للراوتر نفسه. الحقيقه مش بس ده النوع الوحيد اللي بيعدي على اللي بيحتاج يدخل للراوتنج انجن الديتا اللي الديستنيشن بتاعها هو الراوتر نفسه، لا احيانا يكون الديستنيشن حد بعيد لكن لاسباب ثانيه هنضطر ان احنا ندخلها جوه الراوتنج انجن. على سبيل المثال داتا جايه بام تي يو كبير، يعني حجم الباكت كبير شويه، مثلا 4000 بايت الفريم الواحد مثلا او 2000 بايت يا سيدي، هتخرج على انترفيس الام تي يو بتاعه 1200، ده معناه او 1500، مش هتقدر تخرج بال 2000، يبقى لازم يحصل لها حاجه اسمها فريجمنتيشن، تقسيم او ان هو يقطعها. مين اللي بيعمل عمليه الفريجمنتيشن دي؟ لازم هتحصل في الراوتنج انجن. نوع زي كده من الترافيك مش هيحصل له فوروردنج دايركت،
لا ده هيدخل الاول من خلال الانترنال لينك للراوتينج انجن، يحصل له الفرجمنتيشن ثم يرجع مره تانية للباكت فوروردنج انجن. يعني في كذا نوع، اهمهم زي ما انا قلت لك كده الداتا اللي الديستنيشن بتاعها هو الراوتر، عمليات الفرجمنتيشن، احيانا وجود اكسس كنترول ليست على الانترفيس، او بلغه جونيبر بيسموها الفاير وول. يعني اكسس كنترول ليست الكلمه بتاعت سيسكو زمان عند جونيبر هتلاقوها ان شاء الله اسمها فاير وول. لو في فاير وول على الانترفيس هنا في بروسيسنج لازم يحصل الاول، يبقى اي ديتا جايه للانترفيس ده لازم تطلع الاول للراوتينج انجن عشان يشوف هي بتماتش الاكسس ليست ولا لا. احيانا بعض الكونفيجريشن بتاعت الكواليتي اوف سيرفيس بتحتاج ان هي انترفيس عليه كواليتي اوف سيرفيس بشكل معين، هيحتاج ان الترافيك بتاعه يطلع للراوتينج انجن قبل ما يحصل له فوروردنج من خلال الباكت فوروردنج انجن. ده باختصار كده يعني اخر كلام هنقوله في الرسمه ديت وفكره البلوكس بتاعت جونيبر سيستم. نقطة تانية هنتكلم فيها النهاردة، الحقيقة كتاب الجين سي اي اي بيذكرها، وان كان بيذكرها باختصار يعني مش عاوزك تبقى قلقان منها قوي، هي فكرة السيريز البرودكت سيريز بتاعت جونيبر. يعني ايه؟ تعالوا كده نفتح الويب سايت بتاع جونيبر مع بعض. يعني لو جيت عند البرودكتس هنا كده، هم الالوان عندهم هتخلينا ما نشوفش كويس، اهي كده بقت كويس تمام. طيب هو بدأ يقسمها سويتشز راوترز، تعالى مثلا نفتح راوترز. تمام هي كده بدأت توضح. هو الحقيقة في كتاب الجي ان سي اي اي عايزك تبقى عندك فكرة كده انه الراوترز سيريز فيها حاجة اسمها اي سيريز، فيها حاجة اسمها ام سيريز، في حاجة اسمها تي سيريز، في حاجة اسمها جي، بس تقريبا الجي دي قديمة شوية واتشالت من على الويب سايت، بس موجودة في الكتاب على فكرة. مين فيهم حاجات كبيرة ومين فيهم حاجات صغيرة؟ يعني معلومات مش هتفرق كتير ان انا ابذل وقت معاك فيها. مثلا حاجة زي التي سيريز ديت كور راوترز، لو انا كليكيت هنا كده على تي سيريز هيقول لي مش عارف التي سيريز مالها، كور راوترز هاف باور وفيتشر ريكوايرد مش عارف ايه، يقعد طبعا يمدح لي فيهم اكيد. لو اخترت اي موديل منهم مثلا هيبدا يتكلم عن ديتيلز وداتا شيت وكلام من ده. انا مش عاوزك تبقى حافظهم ولا اعتقد ان هو عاوزك تبقى حافظهم، لكن مهم يبقى عندك فكره. يعني مثلا زي ما زمان كانت سيسكو بتسمي سويتشاتها كاتاليست سويتشز، هتلاقي جونيبر بتسمي سويتشاتها اي اكس سيريز. فمش عاوزك مثلا، يعني هي الفكره لما اقول لك قول لي كده السيريز بتاعت الراوترز بتاعت جونيبر، مش عاوزك تعد جوه منها الاي اكس مثلا، يعني انا بس بحاول ابسط الموضوع قدر المستطاع، مش لازم تعرف كل الديتيلز، لكن على الاقل تبقى عارف ان الاي اكس دي السويتشز. في سيريز تانية بس انا بقول لك اللي جاء في كتاب الجي ان سي اي اي، تقدر تزود ديتيلز عندك من خلال الويب سايت بتاع جينيفر، لكن يعني مش كل البوزيشنز، مش كل الناس في شغلها بتحتاج ان هي تعرف ديتيلز بقى عن المودلز، اللهم الا الناس بتاعت البري سيلز او الديزاين بشكل او باخر، لكن مش كل الناس بتحتاج الديتيلز دي. يعني بس عاوزك في مره كده تفتح الويب سايت بتاع جينيفر على مستوى الجي ان سي اي اي، مش هتحتاج تبص غير على الراوترز والسويتشز، ما تبصش على الكاتيجوريز الثانيه، هنبص عليها ان شاء الله في مراحل مختلفه بعد كده. طيب تعالى بقى نرجع لحته تكنيكال ثاني، والكونفيجريشن والكوماند لاين، الحاجات اللي احنا بنحب نشتغل فيها مع بعض.
فاكرين انتوا دي ده كان الرسمة الجي ان اس اللي شغالين عليها المرة اللي فاتت، كان شكلها كده مظبوط. كان دول التو راوترز بتوعنا لو انتوا فاكرين، تمام. طيب تعالوا بقى تعالوا نبدأ كده نتعرف اكتر واكتر على اوبشنز موجودة في السيستم بتاع جنب. الحقيقة احنا المرة اللي فاتت وصلنا لمستوى كويس، قدرنا ان احنا نعمل تو راوترز واصلين ببعض، قدرت احط الاي بي هات لان هنا واي بي هات لان، واعمل ستاتيك راوتنج وبنج من الراوتر ده بسورس الانترفيس ده على اللان ديت، فكانت الدنيا ظريفه والبنج بي ريبلاي معايا، وصلنا الحمد لله لليفل كويس المره اللي فاتت. تعالوا نبدا ناخد شويه تفاصيل اكتر من كده. تعالوا مثلا احكي معاكم، تعال نبدا كده من الاول. انت عارف ان المكان اللي احنا فيه دوت اسمه الاوبريشنال مود، المود اللي جوه اللي هو كنا بندخله بكونفيجر او ممكن ندخله بايديت، هي بالظبط. المود ده كان اسمه الكونفيجريشن مود او الكونفيج مود. تعال كده وانا على الاوبريشنال مود بره ابدا اعمل انا ممكن اكبرها لكم شويه على فكره قبل ما اعمل اي حاجه خالص. انا متهيألي لو عملت كده خط اظن بيكبر معايا، صح كبر الحمد لله شويه. طيب انا لو عملت علامه استفهام عشان اشوف الاوبشنز المتاحه هنا، هلاقي الحقيقه حاجات كتير قوي، هلاقي كلير، هلاقي كونفيجر، هلاقي فايل هيلب، مش عارف ايه. زي ما انت فاهم ومتوقع انه مستحيل في كورس ليفل 1 تاخد كل حاجه، ولا حتى عاده في ليفل 2 ولا عاده في ليفل 3. يعني اللي بيبقى عارف كل حاجه ده الاي اي او الجي ان سي اي اي عند جينيفر، وبرده مفيش حاجه اسمها كل حاجه كل حاجه، يعني كل حاجه في ترافيك معين او في تراك معين، سوري، او في برانش معين. لكن تعالوا نزود معلوماتنا شويه عن الكوماندات المتاحه. مثلا تعالى اكلمك على الكوماند اللي اسمه هيلب. في كوماند رائع عند جينيفر اسمه هيلب. هيلب ده لو عملت علامه استفهام بعد منه هتلاقي كذا اوبشن، حاجه اسمها ابروبوز، حاجه اسمها ريفرنس، حاجه اسمها سيس لوج تيب توبيك وهكذا. طيب هيلب ده لو في موضوع معين وليكن مثلا انت عاوز تجيب هيلب، قلت له هيلب ريفرنس مثلا عن الفي ار ار بي. الفي ار ار بي ده بروتوكول بيسموه فيرست هوب ريدندنسي بروتوكول، مش عاوز اخش في تفاصيل ديتيلز عنه، لكن اي حد اخد سي سي ان اي الجديده او اخد سويتشنج بتاع سي سي ان بي اكيد هيكون عارف يعني ايه في ار ار بي، يعني ما كانش موجود في الان اي القديمه الحقيقه، وزودوه في المنهج الجديد اللي هو متاكتف قريب ده، اللي هو كان رقمه اظن 220 حاجه كده المره الاخرانيه. الشاهد اللي انا عاوز اقوله، لو انا مثلا في توبيك زي الفي ار ار بي انا سمعت عنه قريت عنه ارتكل ومحتاج ان انا اعمل له كونفيجريشن على الراوتر جينيفر بتاعي، والحقيقه انا ما اعرفش اي كوماندات يعني، وانا اوريدي فاتح الراوتر هتلاقيه هو في هيلب ريفرنس في ار ار بي. لو قلت له هيلب ريفرنس في ار ار بي كده هيقول لك والله انا ممكن اديك ريفرنس في موضوع الفيل اوفر ديلي او في موضوع التريس اوبشنز فيما يخص الفي ار ار بي. لو دوست انتر مثلا في التريس اوبشنز هيقول لك والله انت تقدر تعمل الكوماند الفلاني اهوت، والهيراركي ده تحت بروتوكول تحت في ار ار بي، عندك شويه معلومات تخص الفيرجن اللي موجود عندنا الفي ار ار بي اللي موجود على نسخه الجيونس او الجونس زي ما احنا بنختصرها كده. هيقعد يحكي لك شويه معلومات لذيذه هتفيدك وانت بتشتغل في ار ار بي على
راوتر جينيبل. هيفيدك برضو، جرب دايما ريفرنس وجرب كلمة توبيك، هتطلع لك معلومات بشكل مختلف ومعلومات يمكن اوبشنز زيادة. لو جربنا كده في ار بي تريس اوبشنز برضو، هتلاقي الموضوع برضو بيحكي معاك هو انا ممكن تعمله ازاي. مش دايما على فكرة هيبقى اللي في توبيك هو اللي في ريفرنس، احيانا كتير قوي بيبقى هنا شوية معلومات وهنا شوية معلومات. ايه الفرق يعني؟ بالممارسة كده هتبدأ تحس المعلومة دي هلاقيها في توبيك ودي هلاقيها في ريفرنس اكتر. هيلب فيها الاوبشن الاولاني خالص اللي هو ابروبوز ده. لو قلت له ابروبوز دي وبعدين قلت له في ار ار بي مثلا، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت فيما يخص الفي ار ار، كل الكوماندات اللي فيها كلمه في ار ار بي او ليها علاقه بالفي ار ار بي من قريب او من بعيد اللي بتتكتب على الاوبريشنال مود. يعني هو بيقول لك في كلير في ار ار بي، شو في ار ار بي، شو في ار ار بي انترفيس، شو في ار ار بي انترفيس جروب مش عارف ايه، شو في ار ار بي تراك، في موضوع جوه الفي ار ار بي اسمه تراك، شو في ار ار بي تراك. خد بالك شايف كوماند زي كده، شو توبيك انترفيس هولد تايم في ار ار بي، ده حاجه توبيك موجود لو انت عاوز تقرا عنه. في هيلب توبيك انترفيس مش عارف ايه، في هيلب توبيك انترفيس تراك انترفيس. ملاحظ كل ما هو له علاقه بالفي ار ار بي من قريب او من بعيد، سواء شو سواء كلير سواء هيلب سواء كل كوماندات الاوبريشنال مود، هتلاقيها مرصوصه عندك لما تقول له هيلب ابروبوس او ابروبوس زي ما تتنطق، هي شكلها اختصار اصلا في ار ار بي. طيب تعالى تاني نشوف على الاوبريشنال مود. الحقيقه عندي اوبشنز تاني زي ايه، علامه استفهام كده، هلاقي الحقيقه عندي بعد الهلب في حاجه اسمها مونيتور. جميله مونيتور دي. تعالى نقول كده مونيتور وعلامه استفهام. عارف مونيتور دي بتعمل ايه؟ مين فاكر الديباج عند سيسكو؟ مونيتور دي شبه الديباج، وان كان في حاجه تانية اسمها تريس اوبشنز عند جونيبر هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله، اقرب للديباج. لكن مونيتور دي شبه الديباج بس في الترافيك بقى. لو انتوا فاكرين الديباج عند سيسكو كنا بنشو بي المسجز بتاعه البروتوكول لايف، يعني انا مثلا عاوز اعمل ديباج ريب عشان اشوف اي ابديت الريب هيبعتها، اي ابديت الريب هيستقبلها، اي حاجه ليها علاقه بالريب، اي ترانزاكشنز له علاقه بالريب. مونيتور هنا الحقيقه ليها اوبشنز كتيره قوي، من ضمن الاوبشنز مثلا بتاعه مونيتور هنا حاجه اسمها مونيتور ترافيك. وريني الترافيك اللي داخل طالع على الانتر على الراوتر بتاعي. ممكن تحدد له بقى نوع معين من الترافيك، ممكن تعمل البار دوت كده وتقول له مثلا ماتش حاجه معينه، ماتش مثلا ايكو لو انت عاوز تشوف البنجات، ماتش اي شكل ما. طبعا انا لو قلت له مونيتور ترافيك كده يعني غالبا مش هيبقى في اي حاجه، لان غالبا انا موصل الاثنين عندي ومفيش اي ترافيك. طب ايه رايك نسيبه مفتوح وتيجي نروح على الراوتر الثاني وتعالى نبعت شويه بنجات كده. تعالى نقول له بنج مثلا 10.10.10.10.1. شفت اللي بيحصل هناك؟ طيب انا اقطع البنج عندي هنا وتعالى نروح نتفرج شويه هناك، هتلاقي شوف باكيت باكيت، في باكيتايه حضرتك جايه من 1.1.1.2 رايحه ل 10.10.10.1. طبعا لازم تتوقع ان حاجه زي كده مرهقه جدا للبروسيسور بتاع الراوتر، ان كل باكيتايه يخرجها لك على الشاشه وبالديتيلز بقى اللي جواها وسيكونس نمبر ومش عارف ايه. لا مساله مرهقه جدا، فيا ريت يا ريت كنترول سي كده الاول. واظن هي بتشتغل هي زيها زي المونيتور ستوب برضو، مفيش مانع
ان انت تكونفيرم ان هي وقفت 100%، انك تقول له مونيتور ستوب، لانها بتهلك البروسيسور جدا جدا. اتمنى اكون النهارده وضحت شويه حاجات زياده. المره الجايه ان شاء الله نكمل غوص اكتر مع الكوماند لاين انترفيس بتاع جينيبر. شكرا ليكم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.